اللهم إنك قلت في كتابك: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم هبنا قلوبا تطمئن بذكرك، هبنا قلوبا تحن إلى ذكرك، هبنا قلوبا تعشق ذكرك، هبنا قلوبا تميل إلى ذكرك، هبنا قلوبا تشتاق إلى ذكرك. اللهم إنك قلت في كتابك: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. اللهم نسألك قلوبا خاشعة عند ذكرك، نسألك قلوبا وجلة عند ذكرك، نسألك قلوبا خائفة عند ذكرك، نسألك قلوبا تحب ذكرك، نسألك قلوبا تذكرك آناء الليل وأطراف النهار، نسألك قلوبا تذكرك مع كل حركة وسكنة. اللهم إنك قلت في كتابك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب نسألك قلبا سليما، يا رب نسألك قلبا سليما، يا رب نسألك قلوبا سليمة، يا رب نسألك قلبا سليما ينفعنا إذا وقفنا بين يديك. يا رب هذه القلوب لا يطهرها إلا أنت، ولا ينورها إلا أنت، ولا يملأها توجها إليك إلا أنت. يا رب ونحن الذين أمرتنا فصمنا، وأمرتنا بالقيام فقمنا، ولازلنا واقفين على بابك، ولازلنا نقرع أبوابك، ونحن ننتظر عطاياك، ونحن ننتظر جودك، ونحن ننتظر مددك. يا رب نريد أن نكون لك ذاكرين، لك محبين، إليك منيبين، لك خاشعين. نريد أن نكون من أوليائك، اجعلنا من أوليائك الذين خبأتهم في خلقك، اجعلنا من الذين يحبون من أحببت ويعادون من عاديت، اجعلنا من الذين يحبون طاعتك، اجعلنا من الذين يشتغلون بذكرك، اجعلنا من الذين يحبون قرآنك، اجعلنا من الذين يحبون إيصال البر إلى خلقك، اجعلنا من الذين يعيشون من أجلك ويموتون من أجلك ويقولون من أجلك ويصمتون من أجلك. اجعلنا من الذين تستخدمهم في خدمة هذا الدين. يا سريع الرضا أخبرنا أنك سريع الرضا، نسألك رضاك والجنة. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. اللهم ارض علينا، اللهم املأنا رضا، اللهم ارض عن آبائنا وأمهاتنا، اللهم واملأ قلوب آبائنا وأمهاتنا رضا علينا، وتجلى علينا تجلياتك على أوليائك. ننتظر رفنك، ننتظر عطاءك، ننتظر جودك، ننتظر قضاء الحاجات. أنت أعلم بحاجة كل واحد فينا. اللهم احمي شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم هيئ لهؤلاء الشباب ملائكة تكون معهم وتسير في شؤونهم وتحميهم وتحفظهم. اللهم هيئ لفتياتنا عفافا وطهرا وسترا وأخلاقا عاليات. اللهم هيئ لهم ملائكة تحميهم وتكون معهم وتحفظهم من شرور الإنس والجن برحمتك يا أرحم الراحمين. واملأ بلدنا أمنا وإيمانا وعفافا وسلامة وطهرا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. عن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.